بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وقت قلنا ووقت الدم طبعا كيف بيني ما يمارسا وركب بدنا هلك الشيء قلنا هم أنا ملا يهود وحبذي اللي ما يه كلمة اللي يقول قرأي وحي كساب سانتا هاي أسباب ضعف المسلمين وحيابها كاني مسلم كتمر درديس إن ما تمر كأنه أغنو مسلم أردن هدين أغنو يا هدين عرب وقرا أغنو عرب وسلح بغلو مليان يهود الدنيا تكون نولنا وشنيه تون مليان وحي إسرائيل تشوقي وحكا مقام مركا لسكوتر معنى هيد وحويان بقولكي عربات بشان يهودات باكو بيقمية و 5% بيكي هذه مسلم وين الله أهجنا مسلم كو تروين كو ويرا يشيغان هذا ينقاض انو 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 بليان يبارد و 1% بي يهودي مركا كتا بقولكي مسلم ابا هل باكو بيقمية ارار برو اسرائيل اذا شان يتوان مليان بيكا عبان ايان لبا بليان بين آدمي وهو حاد عجيبة بليون ابن آدم أي شنية مليون كعبان أيها وقد يدرون تي وين إنك استو إن على الديرية ما يلو رجل إنك سومالية أبوان كها تدواتنات كي دقال دي مركا يدعين مولا إسرائيل مبود دين باري دحين انتو دقو برتكو ما أفايستين وبغل يهودي رقبا بيرين ايو بارك وفد ايه برغل لهم قاعدين مولا مرقا وحوتي المامي هنا شريه تبكر هايه ضد بدنو كدن بايا هنا يتلان سكس طبعا نغطو تاريخ دا السلامي قامر كانوا دبو قلنا قلنا ما همارك كوالا مسلمين تو ايه ضعف الدريمان الدينو اقنا عهدي النبي عليه الصلاة والسلام وقت لقو حوق بدنا باتشيري هذا وقت يروق قوام بين لبدي الدولة دو الدنيا وحوق بدنا دور يتبان دقال بين لقل ما في ليا أي حاجة تخلصين تاريخي كده بيه هذا إنه أجننا مسلمين تو وقت يب بدنا ضعف أي دريمين بشرة وحكم إذا وقت جي منغوليا نسق قبصدين عالم الإسلام هنتي سوق بدن حكم إذا وقت جي أيام أندلس مركي لقس وصار إسبانيا البرتغال يلوكاسي إلا فرانسيسكا دع الكيسة أما باريس دع الكيسة أنا أهدو معركة البلاد هي مسلمين تقول كي غبصة دين دي بلغة صوت الصاري وحكم دا بيت المقدس كلفتيسة وقت جاي غبصة دين أما الشام قايبة بدون حكم دا غبصة دين وديجين كروسيسكي أما كريستان كي يوروب كسو دول ما تجي وحاصل دا المركة إنه سكو صوت الروح تاريخ ده أوروب كما أها إن أما بيت المقدس الغبصة ما دول المسلمين الغبصة ده مو مسلم للجبيه لكن سؤال شيء سوي دين تلو حويا مركز ته ولا غبصنا يي محيك سجناية مركز ته مسلمين تاي جبان حال كود الصدوها مركز ته يقولي سنة يي محيك يقولي سنة يي قضية ده وبهن إن دب تاريخ الله جبارو أما دب لو إجا واقاس أنت بدن مركا تاريخ دلقة والرمية وحنا وحي كتل ما مانين يهين أسباب داخلية بلشدة الحديدة وحكة شيرو وشبكو كييمي وحنا وحي كتل ما مان أسباب خارجية دبدا وحكا كييمي لكن وحي دهدان أنت وقب بدن له أسباب تخارجية إلا شيقة والنتائج ما ها سبب تحقيقية وانا الصدى أنت بدن شرح سورة آل عمران قصة توحد مركا إلهي وكور رميه لقو ما علين إن خالد با حريف هاما دقاليها نهاما قدلوا الذين نهلا ياما والله دي كتر وحاصل دار لقو ما علين إيه دا يجرته لكن وحالة المامة وحن هو النتائج أصل كوين وها ضعف مسلم كقول دعي قدهيس ولقد صدقكم الله وعده إذا تحصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين آيات ربضاً
ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ku sharxaya asbaabtii daakhiliga ahayd ee muslimka ku dhacday. awalamaa asaabatkum musiibatun qad asabtum milayha qultum anna haada qul huwa min cindi anfusikum in allaha cala kulli shayin qadiir. ilaahay wuxuu tilmaamayaa sababaha xaqiiqiga ee jabka keena inay yihiin sababa daakhiliya. walidalik qaacida caama baa qur-aanka ku taallo tilmaamaysa in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu ma bianfusihim. duulla waxay ku sugan yihiin, hadday badhaadho ku jiraan iyo hadday dhibahaysataba lagama bedelo, inay iyagu bedelaan mooyaane cama fi lanfus, waxa naftooda ku jira inay wax ka bedelaan mooyaane. waxaan odhan karnaa markaa sababtoo dhan waa la ijmaalin karaa hal midoo qura lagu tilmaami karaa, halkaa mida waa la tafsiilin karaa, waa la balballaadhin karaa, oo waxyaabaha ay sheegayso mid kaa guud waa la tafsiilin karaa, waa la sheegsheegi karaa. sababtu waa hal mida. marka hore waa ama diin ka tegis, diintoo la ihmaaliyo, diintoo jaahil laga noqdo, diintoo aan lagaga dhaqmin filumuuri shakhsiya ama filumuuri ijtimaaciya oo siyaasiya miday doontaa noqotee. waayo ilaahay baa qur-aanka wuxuu inoogu sheegay ballan uu qaaday oo ah haddii diinta siday tahay loogu dhaqmo, maaha sidaad adigu u fahamsantay, waa siday iyadu tahay. diinahum alladhi irtada, sida alle uu raalli uga yahay haddii loogu dhaqmo. ilaahay baa ballan qaaday in guul la helayo. ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu sheegayaa wacada allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu الصaalixaat layastakhlifannahum fi lardi kama istakhlafa aladiina min qablihim walayumakkinanna lahum diinahum aladii irtada lahum walayubadilannahum min bacdi khawfihim amna yacbuduunani laa yushrikuuna bi shay-a waman kafara bacda dalika faulaa'ika hum اlfaasiquun. waa ballanaalle ilaahayna wuxuu leeyay wacda allahi laa yukhlifu allahu wacda walakina akhara annaasi laa yaclamuun. ilaahay wuxuu ballan qaaday oo dadka muslimiinta uu iyaba ahay haddii laga helo iimaan, iimaankii loo baahnaa, laga helo camal wanaagsan, camalkii ummad dhisaya saalixahe loo baahnaa, in dhulkan ilaahay subxaanahu watacaala iyaga khaliif uga dhigayo sidii dadkii iyaga ka horreeyeyba khaliifka loogaga dhigay, iyo in ilaahay diintooda makansiinayo diinahum aladii irtada lahum, diintii alla raalli uga noqday, maaha diintan aynu inagu fasirkeeda u qaadannay misbaxa iyo sijaayad inay tahay oo haddaad wardiga badsato oo ee masaajidka aad gashay inaad guulaysanaysa maaha. wardiga iyo misbaxada iyo salaad iyo kuwa kani waa wax loo baahan yahay, laakiin wa antum laaclawna in kuntum mu'miniin. sida awgeed iimaanku kii loo baahnaa hadduu noqdo ummadda muslimiinta ay iimaanka haysataa, kii la faray hadduu noqdo, oo ilaahay wuxuu leeyay wayaquuluuna aamanna billaahi wa biاlrasuul wa aطacna uma yatawalla fariiqu minhum min bacdi dalika wamaa ulaa'ika bilmu'miniin. qaar baa ilaahay tilmaamay afkana kale ilaah iyo rasuul baanu rumayno wax baanu ateecnay, laakiin ka jeesan iyo diinto jeedinaya war kuwaasi mu'min maaha baa ilaahay ku tilmaama. idan hadduu iimaanku kii dhabtaa uu yahay, waxaa ka dhasha camal saalixa oo isna camalkii dhabta ee shareecadu ay sheegaysaya. markaa waxaynu odhan karnaa mushkiladdeennoo dhammi haddaynu duuduubno, tafaasiishu ha dambayso, haddaynu duuduubno waa hal mida, waa diin la-aan, waa dacfi diinteenna ku jira, waa ku dhaqan la-aan diinteennaynu ku dhaqmi weynay. walidaalik buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam xadiidka abu daawuud iyo imaamu axmed ba warinayaan ee bimajmuuci turuqi culammadu leeyihin waa saxiix, idaa tabaayactum bilciina wa akhadtum adnaab albaqar wa raditum bizar wa taraktum aljihaada fii sabiili illaahi sallata allahu calaykum dhullan laa yanzichu cankum xataa tarjicuu ilaa diinikum. wuxuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, haddaa ciinada ku dhaqantaan, ciinadu waa nooc min ariba, waa uun riba loo xeeladaystay, waa ninku aad tidhaahdo gaadhi iga iibi oo $1,000 iga sii, dabeetana iga iibso oo 800 isii,
marka meeshii wax weeyaan 800 qaadatay kuna waa laga rabaa 800 ribi saarantay uu weeyaan hada ciinada ku dhaqantaa buu nabigu tilmaamaya oo looda dabada qabsataan oo beeraha ku dhegtaan oo ilaahay jihaadkiisa ka tagtaan ilaahay wuxuu idinku salli ka kacaynin ilaa iyo goorma xataa tarjicuu ilaa diinikum ilaa iyo diintiina u soo noqotaan baa uu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam idan waxaan leenahay aslu ducuf aw ducaf muslimiinta haya marka si duuduuba loo sheego waa diin xumo marka si duuduuba loo sheego waa diin xumo diin xumadaasi oo tilmaamaysa inaan kitaabka rabbi iyo sunnadii nebigu calayhi salaatu wasalaam siday sheegayeen loogu dhaqmayn bidaliil kuwii ku dhaqmay ballankan way heleen yaboohay nidhi ilaahay baa yaboohay kuwii ku dhaqmay marnaba may waayeen fi taariikh ama cahdu saxaaba ha noqoto ama cuhuudii ka dambaysa ha noqotee kuwii ku dhaqmi waayeena waa dulloobeen haddaynu isdhinaano waqtigu waa kooban yahe 2-3 qodob tilmaamo bitafsiila kow waxaynu leenahay waxyaabaha caalamulislaami ama umalislaamiya haysta waxaa ka mid ah cadam alqiyaada alraashida aw giyaab alimaam alcaalim alcaadil waxaa maqan hoggaankii qumanaa caalamulislaami waa dad taliska hayaa inta badan waa dad ama ducafa ah ama diin laawayaal ah ama aan mabda'aba rumaysanayn ama fahamkoodu uu gaaban yahay oo liito ama aragtiday diinta ka qabanaan ay aragti qurux la ahayn saa daraaddeed bay waxay ku dhaqmayaanuun inay dadka caburiyaan iyo inay nafta isugu keenaan iyo inay wax dulmiyaan iyo inay xorriyadda ka qaadaan iyo inay karaamad dilaan iyo inay baabi'iyaan alqiyam alinsaaniya waxay ku tilmaamaan qofka bini aadamka bini aadamnimadiisa ama inay dadka adoonsadaan kuwa ugu ladan ee la ammaana waa kuwa u ogolaada dadku waxay cunaan inay helaan markuu cunnada ogolaado ayaa la ammaanaa la yidhaahdaa ninkaas waa nin fiicanoo waddankiisa bariiskaa dadku cunaa idan marka aynu isku darro nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu tilmaamayay xadiidka uu ku tilmaamayo isbeddelka siyaasiga ee ku dhici doona qiyaadada muslimiinta waxa uu ku tilmaamay takunu nubuwa fiikum maa shaa allahu an takuun nebinima dhexdiina joogayso qiyaadada ambiya idiin haynaysa waa nebiga calayhi salaatu wasalaam intii alla ka doono dabeetana ilaahay baa rafcin doona waxaa ku xigi doona buu nebigu leeyay suma takuunu khilaafa calaa minhaaji nubuwa maamul waddadii nebiga haya ayaa ku xigi doona dabeetana intii alla doonaabay ahaan doontaa kadibna ilaahay baa rafcin doona waxaa ku xigi doona buu nebigu tilmaamayaa boqortooyo caada iyo boqortooyo jabariya kuwa dadka qaniinayo laynayo tumayo cadaadinayo dictatorise baa ku xigi doona buu nebigu tilmaamaya kuwaana ilaahay baa rafcin doona intii alla doonay joogi doona way rafcismi doonaan waxaa ku xigi doona buu nebigu yidhi soo noqon doona khilaafa calaa minhaaji nubuwa mar dambe oo dadku uu soo noqdo khilaafo dariiqii nebiga haysata uma sakat halkaa markuu marayay nebigu uu aamusay culamaa taariikh waxay yidhaahdaan taariikhda muslimiinta qayb ka mida buu nebigu tilmaamay qaybna wuu ka aamusay qaybta uu ka aamusay ilaahay baa og dawraadka dambe siday u socon doonaan dawradda tani laakiin saa afartaabay isugu xigaysaa afartani miyayna soo wada dhaafeen mise badh baa hadhsan rawiga maalan xadiidka warinaya xabiib xadiidka waxaa kale warinaya 2 saxaabi saxaabi iyadoo meel la fadhiyo oo uu fadhiyo xudayfata ibnu lyamaan oo uu fadhiyo bashiir ibnu saciid nucmaan ibnu bashiir aabihii oo nucmaan ibnu bashiir joogo ayaa abi thaclab alkhushani weydiinaya ayaa wuxuu odhanayaa war bashiira horta xadiidkii nebiga ma haysaa ee khilaafada ka warramayay ama umarada ka warramayay dabeetana muu jeclaan jirin baa la yidhahda inuu axaadiis badan sheego bashiir nucmaan ibnu bashiir aabihii xudayfa ibnu lyamaan oo fadhiya yidhi anaaga og anaa sheegaya dabeetana xadiidkan aynu akhriyana buu sheegay xabiib oo ah ninka nucmaan ibnu bashiir xadiidka ka warinaya isagu wuxuu ku fasiray
خلاف الراشدة مركا دماتي عهد الأموي قاينو عضوض كان يجبري قاني بتشري خلاف على منهج النبوة نيني تهي عهد عمر بن عبد العزيز وحي كدن بينا سكت كيني كتران ثم سكت وسوء فصيري روي حديث كاسي علماء كلا فصير كلا صارتان واجرا مهما تقول يعني الدورات كم يدون دورات كالتاريخ هي أهم مملكة مسلمين تمر يدون أبو نبي قشاعي دورات كاسي وح كم مغضة إنه شبا يسوع مسلمين تاي هاسو سيد عيسو وح كلو كم مغضة إنه يدي مصان غنيسو مركا أي من هاد جنوب ورا عدنا إنه يقول يسني سو قيادة ضاي كان نقطه مركا أي كوعته الملوك تاع عضوض كي يجبر جاي شوكتنا ديكتاتور شبك أي قوة شوكتنا وقت قال الله ما يين أي تهيب حديث قلت المام يا هذا إنه سك لو تلمامنه لبدا قضبا إنه شئنا الدين تجودهن هي قيادة الراشد كا حديث سكت المام يا باكر النبي عليه الصلاة والسلام أولي هي يا معشر المهاجرين خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن مهاجرين أيو نبي قوت المامي شن شايت أو هدي أي دعان إلى أهي بان كم بينجل يا إنا نجوك قوة الغوي تحما أيضا نقنينه وحكرت ما يوت المامي يا نبي فاحشة ذي الزنا ذي حموه هدي فافان وأي معلن نقضان ذي قوة قرية الله كريستيو عالم اللي جت أجايو عالم الإسلام قيما بدنو كم ده دلی سببی دولت او چرته یا داری لیگی نیه گریه میوه میلوا. هرگز سنت دین تن لرگی فکر نستریت که واقعه میسازم. ما هد میل کلا با درخس کته گی دوتا. علی کل حال هدای زیند و فافتو و هدنا ای معلن نقطه و حعنا ای صاب حدو. و حو نبی علی علیه السلام دول که و حلقوی تحما حنون ای بکانان و مذی هره این چریم. امذی ميزان كيام كيالك باع مشترك الخيامة دي سمى بلوضه إلا إياه أباربا لغو قبطاه إياه سلطان جائرة مدحد قدبته تجارة دا. أما ميزان كيام لقلتها النغطة أما شيقة وحا وكسم يسيني هيا الله سوى قلتها النغطة ما أنت نوى أكتين أما الدواها النغطة أما الراشينها النغطة إلا حد بأن لقال سيادات كبار أي دادنا داد كنتال كان كنتم كي لكو قرنتي ميسان تور نوري أفرتان وبا مصابحيا سي كستبها النقاط حتى الخيامة داسي بدتنا وحالة المامية إن أباروه بدن دونان مدح ظالمين نددك لغو يتحامي دونا حتى الزكاة لما نعيوه روب كايران دونا بو نبي قلت المامية روب نمي بس يودين هذه أم بهائم تيدت كا وحابها نياني شرير. دد ما بريان بنبي يقول يا عهد قال لي يا عهد الرسول كا إلا هي وحي لهي كوي تحامع عدو قاتو وحيك عن تودك شرير. هذه ددكو إلهي بلن كيس يبلن كي الرسول كبريا كتاب يسون هذا ضيدن عمران. إلهي وحكوي تحامع صلّى الله عليهم عدوا عدو با إلهي كوي تحامع وحيك عن تودك شرير وحكم ذاك قاضى. أئمة دودو مدح دودو إلهي كتابك سقما حكمان أو يتخير فيما أنزل الله خير ككمرات سدان تخير قوة طلب الخير خير ككمرات ينوحي ألا سودكي إلا جعل الله بأسهم بينهم إلا يقع الله اسكو يتحامه يقع استله حديث كان ابن ماجه ورنا يا لفظ قال نخري وانا صحيح لغير علماء دولي إذن حديث كان لبشا يبوط المامية جوانب دين تكمد وحي هدي لغا تغوح صوب حيا إيا قيادة الظالم كاهي مركا اتماد وح صوب حيا لما أنت وحي تلمامية مركا أصلك ضعفك مسلمين تو يني مسائل كان كوچرتو مسألة صدح هذا أن تلمامية ما دام أن ربينا صوك وبوح وهي ومسألة التفرق والاختلاف والتفكك وعدم جمع الكلمة ومسألة ومدو إنه بربرته أو كالتكته أو إسخلافته أو إسدشه أو كالديراته سبب بدن بانا كينا مرارك قار كويد مشكلة سياسية في أيري مثل حدو دايو أركتو إنه سيداتا كينا مرارك قار كويد فهم كومنو دينيت با كينا ومانتا واحدان كيس عالم الإسلامي دول وداد شاكر يو يقوم لك لحيو سببتنا وحوية مدوالي بوحي سواحي سيدا دين تينو ساق وكيل كيي فصل كيسونينو يهي
كي ربي الله صغ حق ربي كيمي انت كلنا اني باطل كسوغان تهي يانا والسبب كم اذا اسباب تختلاف كانت مركا سياسيين توا مختلفين وذا دبتر هو مختلفين عامد هو مختلفين قبائل هو مختلفين دولد هو مختلفين وحوض الصعداب ويريين وحوض الصعداب ويريين وحد مدابا ينو صفات يهود اللقو سفين اياك نبكو طاي إلهي يهود مركو سفين محويري بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى إياك عراد ودير نفتا نحتا لواء دكتاي وحد مودي سدد ودشرما إلهي يري لكن قلبي يدو ويسيك لجيدا فلسطين تأمك الله هذا الهيو دي مسلم باو أود دور رقويو يري توما أننا وايدين إلى علينا ناية شني يتوسع النظر بهد للي وح برسم قال وح لعنا لقى إلى علينا يا دا هو بيو حكا كاره بناء آدم لا يري أننا قايدين أود إن يدين كونا قراعة يكون أود يوا مسلمين وهذا يدل الإسلامية إن الجرجر بس يانك كاره إن لا إذا دور هذا وحسك علي سان حسك علي هذه كلا نعلى يدكم هذا ورب ما بينه والله أين ترى هذا أن وقوع قبنا يادتون أنا كل حشين هي يوم دق دقاقنا هذا قنا تون ضعف في قال كاسوك مريا محوق قبنا يا ما شعيل بيهود أو قام أيه وبغيا أديك أبوك زوج قارية كان كهاي كاهونا توما بتاعي يعني أنت بدنا وبغي وحلينا مركا فرقضوا أصل كوحها مسلمك ترى المؤمنين أما مثل المؤمنين رواية البخاري مسلم وهذا كيس المؤمنين تما تساله دوحه يهي مركا لا يجن حريص تودا إيو إسعائل كودا إيو إسعاون تودا إيو سدب عودا سدي تشر قرة وهدي عضو حبين كم إذا تشر كواي حنون صوت تشر كأنت كلا وسويتشي دي حنون وسويتشي دو مسلمكم يسدا ويجي مانتا مايا مدوى لبا لوحد أبو فكرية كليجي بلأ قريه كوكو حيقة إن لقود دمان إيهين لقود نولي موغيت قريه كوكو حيقة إن قاتل لقود بخطين إيهين لقود نولي هاي إن هذا غيب بيو بضانتا هاي إلهينا قرآن كوحو قتل ماما وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب الريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ورى الله يا الرسول كيسا داع وارها مرمنها اسقابننا ييدا ضعيف بلده الفشل في اللغة هو الضعف وضعيف إسان والليدان إسان با إله إليه وهو تذهب الريحكم مقعين يده ولنمدين يده لنمدين يشرفتين نواتك إسان واصبروا إن الله مع الصابرين والصور تقل وحوقا حق حق شيء يدبين يدحدين كتشري كرته لكن وحل إلي حل الرادي واصبروا إن الله مع الصابرين كلو قروا كلا يا علينا ما أورنين وهو اصبروا إن الله مع الصابرين إنه حل رادي إنه وصبرنا بيهي نبينا عليه الصلاة والسلام حديث البخاري وحليه لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا وارهو يا هاي خلافنا وركو يدين كه الرية ويس خلافين دبتنا وي هلك سمين بان نبي قلت المامية وحلنا مكة سببت سبب خارجية معها مريكان باع عاونا يا مريكان كلي جيبوا أفغانستان وحبي يلي ويس وشان يا فرتن عيدا نوط شان يا فرتن دولة دو كريستن وتي قار مسلمين مو يدريا يوحي ميري يني أنا ولا سعودي أكو جري قار ده دولة ده سلام يا كم ده بقول يا كنتن جي جي بقول يا كنتن أسكري واحد قبرني عن قرب ماي وحن وقتنا لا يا هايون مع مريكان أكو جرو مع قوة كسيدا بيا أكو جرو إبليس نه أكو جرو مريكان داي هدي مسلم كو مسلم يا هاي ماي دعدين وحدة دعية دو مسلم كو مسلم دبايا هاي وحنا عيا مدعين ولذلك أديب كي مصري هاي العقاد لورنشري هي إحدى كتبه وحلي مقال ورد لا يراه كثيرا ما يكون الباطل أهلا للهزيمة ولكنه لا يجد من هو أهل للانتصار عليه بيري إن بدن بالله أركابو يري باطلك إنه مدن يهي أموي يهي وح لجمين كروه اي وحن بولاي هي بولاي عدي مدنيد اني غوليسته يعني بعض الحكم له بولاي وح لواي عدي يد مدنيد اني غوليسن كرتا ماشي كبخداي قضب كفراد انت المام يا وحويان يا نبي عليه الصلاه والسلام
الوهم حب الدنيا وكراهية الموت ضدك النظرة دودين يدونك كسو قوبان هكي الشيخ وهذا كهذا مقاصد جهاتك دين كم تشهد يا جنة رادين يا مال خالد وانا هين وانو انت ندونك حسابتك وانا انو هين لكن دادكو مركا اركتي دو مصلحة شخصية يا دونك محان ديف يا ايو غيري كعرر يحول الرادين اي نقطو وكي حديث كان نبي قلت الماما يشك الامم وان تداعى عليكم كما تداعى الاكلة الاكلة الى قصعتها وحيودا وذيبو نبي قول عليه الصلاة والسلام ان امضوه يسقوكين يردان سيدا قوة سبط له عسومة دوضا له أي سوء يردان حيردا إنه وداغا سيدا عنا دلو وداغو إن ليدين وداغو والتعبير رنتي آدو عجيبة بنا آدم النار لنا وصف أي عنا اللو وداغا إينا نغضان نبي محمد روح قلت الماما يا سيدا عنا دا إن ليدين وداغو حيردا الله يسوء يردا إن الله يسوء كي يردا بعد عدونتا صحابة دي مركا كيابين وحي راهدين أم يرام با إلهي رسولك سيو وحي سلاه دانو انت ملاين تضدك كي يراتان أي ما الدنيا يدبه بدونتا وحو نبي كوين بلانتم يوم ايدين كثير ماي مالين تاوى بدمتي لكن داد حرباتهم با ليلي هم بضن دادكو مركو كحيو دوشا كسارا تاسباتين هم بضو وزن مالي نيسان مالي اتجاه مصعطو بيو كل بصورك يكلا مانون بيو سبا اسمع شكل جد وبيو هاد بسيدو يهاي لان كستو بيا سوق شقيب بيلا حدا يعني حقي ما كفر ديا ماها نوع سوق كلا نقول يسبون نبي قلي ولا ينزع عن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يغضفن في قلوبكم الوهن قلب يدي إننا نمك قال قلبي جود أنا إن إذا كعب صدام والله قصار دونا ده مسلم قام عدوا لذا كعب صدام وقشرته وحال غوار كدونا بيلعب يوك لين أظلم تاي أديك قلبي جاكنا وهني بالغطوري وحين أدن إليه الرسول كسيه وهني قوني وامحي أفعربي وي قالين لكن وحي قرن لا إيه وحن أمضلم فارسيني وحياي إليه الرسول كسيه وهني قوامحي بين هذا نبي قوح قول حب الدنيا وكراهية الموت وأدون جعي يجيري كعرب نجيري كعرب قول هلالي ما يده قول وحكا سوكا يسد مشاكل يدي بيو هدات عبسيدو كوكاشو وحبا ما جيرا مداما قضبا بضم بينو فصيري كرنا لكن وحن ربينا اسكاكا سوكوبو مسلم كومانتين انتي سبادري وآسنتي قارقار بايسكو دي يعني مدح الله صوبحانو بدارت الموغطا لكن يعني ولكو ماتي سميتاقين وحن لأن هاي تيرو ما ترى يرى ما دول يرى بل دول استراتيجية وحيد آدم بدها الدنيا دا عندك خنتروشة أي الدنيا دا كتالسة ما الليح بيشي كان كنال مساشان كنال با الدنيا دا كوية لا ميد مو يانا انتك لعالم الاسلام بوك عانتي سكوشرا هرمز يسويسي يو كوان وهستو تركي بيو مركلا سكو دارو بانا ما وقران كعانتو دا كوشرا وحيد الدنيا دا كنال سكو عدا شدال كدنيدو انتي جوغان بو يالا تيرادا دالنيرادا دنيدا اوغو بادان انتي جوغان باي جوغتا داد ودا وا كانا واي هور فديدان وخي رالي دي كوجي رسما وا دنيدا مسلم كوانا بو دالنيرادا لكن وحنينو شيغينا مقن حنينو شيغينا مقن اه قياده الراشد كهيد دد كان هوغامين لهيد مبدئي حقيقي هاي خيالي هاي امدان قادان لهيد midnimada dhabta ah ee ummada muslimiinta si uu yaqaabuna ay ummado bikari lahayeen aakhiro ya jannaradintii dhabta ah ee ka bixi lahayeen min minidan sokeyo waxan aan jirine la raadinayo waxaan oodan karnaa maadaama waqtigu waqti dambayahay hadalkana rabayna soo koobo tafsiilka waa tira badin karnaa laakiin waxa soo tafsiilay waxan ku koobaya man yuridillahu bihi khayran يفقه في دين هذين الدين تقررنا وإنه قررنا إن سين وحسق علنا يسين وحمام الله يسين علم وبرنا يسين ضي حتى ما لها كف قادنا وقررنا إنا لكن وحكه الرئيس إن إنه ضدنا قلنا مسلمة هذه تالو وقول إستو وقول إسنا
waxaan cilmaaniyiintu inoo sheegtay compartment iyo compartment war waxaanoo dhammi diintay ku jiraan. Taariikhyahanada qaarba waxay dhahdaan Persia iyo Romaniski waxay dhahdaan xawaalay 1000 sannadood inkuu dhadhow bay isdilayeen. Qaarba waxay sheegaan ilaa 700 oo dagaal inay galeen may isriixin. Waxay dhahdaan muslimiintu qolana 15 bay la galeen, qolana 9 bay la galeen, 24 dagaal bay taariikhda dunida kaga saareen. Ragga ka saaraya waa raggii hawdka ka yimi ee aan dowlad hore aqoonin. Carabi maxay ku faani jiray? Qurayshi waxay odhan jirtay waxaan nahay qabiila Luqax. Luqax wax weeyaan dadan weligoodba loo talin, dad madax bannaan baanu ahaynoo dhulka iskaga nool. Marka waxaan ku soo koobayaa saxaaba waxay xadaarad iyo taariikh iyo ummad ku sameeyeen oo ka gedisan umanku bay dhahaan 400 sano ay dhismaan, laakiin tii saxaabadu bay dhahdaan aqsar waqti dunida wax la dhisay dhiseen. Waqtigii ugu koobnaa waayo dadkii ugu qumanaaye diintan qaatay ahay. Kuwii ka dambeeyey hadba jiilkii inuun roonaadee qaatay waxba iska dhiciyeen, weligoodna lama gumaysanin. Jiilkii ka tegayna ama mogool ha jeedho ama crusaders ha jeedhaan ama kuwan maanta cid haysataba aan la garanayna dunida kuwada dullaysan ha ahaadaan, waxoo dhan markaad isku darto waa dacfi gudaheenna ka jira. Cadow baa xoog batay taariikhda marnaba war may ahayn. Mar walba dunida ninka ay sahaysaan dee wuu fakerayo wuu tashanayay, laakiin dadka maanta intay ooyaan cadaaladda ka raadinaya United Nation ee ka raadinaya cadaaladda Yurub ee ka raadinaya ninka ay sahayeen inuu cadaalad sameeyo ma inuu naxariisto, sidaa marnaba guul laguma helo. Inteenan caawa halkan fadhidana ilaah unbaan gaalka inagu itixaamin adaynaba caawa maynan hoyanin ilaa tabarka la mahayne. Mashaakilku wuxuu yahay war hoy diinta ha loo noqdo akhriya dunba waa la guulaysanayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullah.